مرحبا بكم من جديد. الصحف تطالعنا يوميا بما هو جديد من أخبار، تفرد في سرده الكلمات سلبية في هذه الصحيفة وإيجابية في تلك. الخبر أيضا زوايا عدة، بعضها يدفع إلى الواجهة وبعضها يسلط عليه الضوء. هذه محاولة موضوعية لرصد أخبار ومقالات كل يوم، يقرأها معي سعادة السفير محمد أنيس سالم، وهو عضو مجلس إدارة المجلس المصري للشؤون الخارجية. سعادة السفير، أهلا بحضرتك معنا في هذه الحلقة، ودعني أبدأ معك بمجموعة متنوعة من الأخبار قبل أن نختار بعضها للتعليق والنقاش. كشفت مصادر لصحيفة الشرق الأوسط عن تعثر محاولة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في إقناع الحوثيين بالانسحاب من تعز وإب ووقف القتال. الحوثيون يحاولون الآن بحسب المصادر إسقاط القرار الأممي رقم 2216. صحيفة الرياض أبرزت اعتراض قوات الدفاع السعودية أمس لصاروخ باليستي من نوع سكود. الصاروخ الذي تم رصده من قبل القوات السعودية بدقة انطلق من اليمن باتجاه الأراضي السعودية. للمرة الأولى المرأة السعودية تشارك في الانتخابات البلدية ناخبة ومرشحة. كاتبات الرأي في الصحف السعودية كانت لهن تعليقات عدة على هذه المسألة. هيفاء صفوق في الحياة تقول إن معارضة ما هو جديد أمر طبيعي ينبع من الخوف والجهل، لكن الحقيقة والصواب ينتصران في النهاية ولو بعد حين. إلى الصحف البريطانية التي ركزت على تفاقم أزمة لاجئين، The Guardian أفادت بعثور السلطات الإيطالية على جثث 55 مهاجرا غير شرعي قبلة السواحل الليبية. في تطور لافت تفكر المجر بحسب تقرير نشرته The Financial Times في استخدام الجيش لتأمين حدود البلاد، لكن قرارا كهذا يحتاج إلى موافقة البرلمان، ومن المتوقع أن يلقى معارضة داخل الاتحاد الأوروبي. سعادة السفير، يعني إطلاق صواريخ سكود على المملكة العربية السعودية من اليمن هو لا يحدث للمرة الأولى، ولكنه يبقى له دلالات مهمة. هل هو النفس الأخير للحوثيين أم أنه في المعركة بقية؟ أعتقد المعركة بقية، لكن المعركة تمر بمراحل مختلفة. كان في مرحلة أولى اللي هي حصل فيها تحرك حوثي، استيلاء على العاصمة، خروج الرئيس الشرعي من البلاد، وعمل سياسي وتكوين التحالف الدولي الذي قرر تدخل عسكريا في اليمن. نعم. دخلنا في مرحلة جديدة الآن بعد العودة الشرعية إلى ميناء عدن، والتحول شمالا إلى محافظة تعز، والنظر إلى إمكانية الدخول إلى صنعاء. في هذه المرحلة طبعا كل طرف يحاول أن يعبئ كل إمكانياته. من ناحية الحوثيين لابد أننا نتوقع أنهم سيسعوا إلى الضغط على الجانب السعودي بدرجة أكبر، قد يشمل ذلك نوعيات السلاح المستخدمة، ولكن في النهاية أعتقد الناحية العسكرية الموازين تبدو محسومة. السؤال هو هل يوجد حل سياسي لهذا الموقف؟ لأنه في المدى البعيد الجميع لابد أن يتعايش سويا. ما هو الحل السياسي؟ ما هو الأفق السياسي؟ هذا لا يزال غير واضح. طيب، تقول أنه المسألة باتت محسومة عسكريا، لصالح من برأيك؟ لا أعتقد موازين القوة. موازين القوة طبعا في صالح التحالف من ناحية العسكرية لما نيجي على الورق محسومة، لكن يبقى الطبيعة الجغرافية لليمن طبيعة معقدة وصعبة. يبقى أن هناك عنصر بشري لابد أن يتعايش فيما عندما تسكت المدافع. نعم. ولذلك لابد من إيجاد أفق سياسي للحل، وجود وسيلة أيضا للعودة إلى مائدة التفاوض، وده مطروح يمنيا من جانب الرئيس الشرعي، ومطروح أيضا من قبل التحالف العربي. طيب، يعني الصحف اليمنية لا حديث لها إلا عن معركة تحرير صنعاء، هل في هذا الحديث ربما استباق للأمور بينما الأوضاع في تعز لازالت مشتعلة؟ أكيد قد يكون هناك استباق، يعني لابد أن نتوقع أن المسألة هتكون صعبة، لأن الطبيعة الجغرافية انتقال من الجنوب للشمال طبيعة معقدة جدا، وجبال عالية ووعرة، ويسهل الدفاع عنها فيها في صالح المدافع. ولذلك وأيضا الواضح أن التحالف يعتمد على القوى الجوية، ونعلم من
كثير من التجارب الأخرى في العالم أن القوى الجوية في النهاية تأثيرها محدودة صحيح، وبالتالي لابد من إيجاد قوة برية تقوم بالعمل، وده طبعا صعب في نعم. طيب سعادة السفير، خبر آخر يعني هو يبدو كنقطة من الضوء في صورة قاتمة من الأخبار، وهو الخبر المتعلق بمشاركة المرأة السعودية في الانتخابات البلدية ناخبة ومرشحة. يقال دوما بأنه مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، ما رأيك في هذه الخطوة؟ أعتقد أنها خطوة هامة، أعتقد أنها خطوة تستدعي التحية والمساندة عربيا أيضا، لا فقط من جمعيات وجماعات مناصرة حقوق المرأة، ولكن جميع من يرغب في الدفع نحو النمو والاستقرار في المنطقة لابد أن يسعد بهذا. أعتقد أنه هذه إشارة أيضا إلى استمرارية جهود الإصلاح في السعودية. يمكن لفترة كان العالم يتساءل هل الجهود الإصلاح السابقة ستستمر؟ نعم أم لا في ظل العهد الجديد؟ أعتقد أن هذه إشارة جيدة جدا وإيجابية. نعم، تشير طبعا إلى أنه هذا القرار تم اتخاذه من قبل العاهل السعودي الراحل أو ملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله. طبعا أنتقل معك إلى مجموعة أخرى من الأخبار، وتحديدا من صحيفة المدى العراقية التي نقلت أجزاء من كلمة الرئيس العراقي فؤاد معصوم مساء أمس. معصوم شدد على ضرورة عدم تجاوز الدستور في الإصلاحات التي تنوي الحكومة تنفيذها، فيما بدا أنه إشارة إلى إلغاء مناصب النواب رئيس الجمهورية. بعد خطاب معصوم، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة حيدر العبادي أصدر بيانا أكد فيه عدم انتوائه التراجع عن الإصلاحات. في تقريرها ألمحت السفير إلى خلافات بين رئاسة والحكومة في العراق. أصداء استقالة الرئيس محمود عباس من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لا تزال تتردد. ديانا بطو كتبت مقالا نشرته صحيفة غالف نيوز، اتهمت فيه عباس بالتمسك بالسلطة أكثر من سعيه لتحرير الشعب الذي يمثله، منتقدة ما وصفته بتجديد الخناق على المعارضة الداخلية. سعادة السفير، إذن رئيس الجمهورية العراقية يقول شيء ورئيس الحكومة العراقية يقول شيئا آخر تماما، ماذا يخبرنا هذا؟ العراق لا يزال في وضع عدم الاستقرار. الظاهرة الجديدة هي المظاهرات التي طالبت بإصلاحات عميقة وتجاوز خطوط التقسيم التي رأيناها في 10-12 سنة الماضية، إنه الطائفية والمحاصصة والانتقال إلى تقديم خدمات مطلوبة من الشعب العراقي وحل المشاكل العراقية التي يتوقع العراقيين عن حق أن تتمكن دولة منتجة للبترول متعددة الموارد مثل العراق أن تقوم بها. المحاولة الحالية الإصلاحية فيها جوانب كثيرة إيجابية، محاربة الفساد، تعزيز دور القضاء، التجاوز عن الطائفية، كل هذا جيد. ولكن هل من جوانب سلبية؟ السلبيات هي القدرة على التنفيذ والتضارب بين الجماعات وتسابق أجندات. الحقيقة العراق يمر بظروف صعبة جدا، امتداد داعش في العراق خطير، وطبعا مسألة أمن قومي يحتاج إلى مواجهة. الأداء العراقي إزاء داعش حتى اليوم عليه وعلامة استفهام. هبوط أسعار البترول بشكل كبير بيعني أن الميزانية العراقية إمكانياتها هتكون تحت ضغط. المطالب الموجودة كبيرة، الجماعات والأحزاب بتكوينها هيبقى صعب تغييرها. فالأجندة واللي موجودة صعبة. هل يستطيع رئيس الوزراء الحالي أن يمضي في الإصلاح إلى المدى المطلوب؟ وهل تستطيع الدول العربية أيضا أن تسانده؟ أنا أعتقد برضو هناك دور عربي ناقص في العراق منذ مدة ولا يزال ناقصا الآن. طيب أنتقل معك إلى الخبر الآخر المتعلق بالرئيس الفلسطيني. طبعا المقال طويل ويتضمن انتقادات شديدة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أوردنا بعض المقتطفات منه، ولكن أحيل إليك ما قالته كاتبة المقال. هي تقول أنه أو تتحدث عن خفة يد الرئيس الفلسطيني في الاحتفاظ بالسلطة رغم انتهاء فترته الرئاسية. هل حان الوقت برأيك لقيادة فلسطينية جديدة؟
الحديث حول تغيير القيادة الفلسطينية ليس حديثا جديدا، هو حديث معاد. المشاكل التي يعاني منها الشعب الفلسطيني أيضا معروفة. المشكلة اللي عندنا هنا ان احنا بنتعامل مع المؤسسة الحكومية الفلسطينية كأنها في دولة في ظروف عادية، وهي الحقيقة مطلوب منها انها تتصرف في نفس الوقت على اساس انها حركة تحرير، انها حركة تحرير وفي نفس الوقت مسؤولة عن خدمات ومسؤولة عن اداء معين ومسؤولة عن تحقيق نتائج في ظل تعنت اسرائيلي صعب جدا. هل في رئاسة بديلة تبدو على الافق؟ الحقيقة لم نرى ذلك. هل في امل في ان احنا نعيد اصلاح البين في العلاقات الفلسطينية بين حركة حماس و نظام التحرير؟ يبدو هذا ايضا بعيدا. ايضا لا زال السؤال مطروحا. هل ما يتردد عن مفاوضات بين حماس والحكومه الاسرائيليه حول هدنه طويله المدى بمعزل عن دور الحكومه الاسرائيليه، هل ده مفيد للقضيه الفلسطينيه ولا لا؟ ده برضه سؤال. كل هذه تساؤلات تبقى دون اجابه. طيب سنبقى في متابعه لهذه المساله طبعا في الايام المقبله، ولكن انتقل معك الان الى فاصل سريع، نعود من بعده لاستكمال جوله الصحف. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل نناقش معكم ابرز ما كتب في الصحف عن زياره الرئيس المصري الى موسكو والابعاد الاقليميه للقاء الرئيسين، ايضا نتناول اتفاق السلام الحديث في جنوب السودان وانتقادات الصحف الامريكيه لقوانين حيازه السلاح في الولايات المتحده. تابعوني حتى تعرفوا المزيد عن هذه الموضوعات. نؤمن بحق الاختلاف، نحترم تنوع الآراء، كل شيء عندنا قابل للنقاش، لا ندعي احتكار الصواب، غايتنا الموضوعية، الأخبار لا تنتهي، التفاصيل تملأ المشهد، المشهد يتغير كل ساعة. نسعى للحاق بتفاصيل الحدث في مصر في ساعة. من لندن إلى بغداد، قضاياكم مواضيع حوارنا بالتحليل والنقاش. نقرب صورة العالم للعراق، كيف يراه ويتفاعل مع أحداثه، وكيف تنعكس صورة العراق على وجه العالم، فتكتمل الرؤية في برنامج من العراق قريبا مع علاء الشيخ من الغد العربي. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام في برنامج الصفحة الأولى، فأهلا بكم مرة أخرى وأهلا بضيفي سعادة السفير محمد، أهلا بحضرتك. طبعا في الأيام القليلة الماضية أعلن عن اجتماع مرتقب اليوم لوزراء خارجية ودفاع العرب لمناقشة مسألة القوى العربية المشتركة. هذا الاجتماع قد ألغي، ودعنا نرى ما كتب في هذا السياق. فبعد الترقب الذي ساد الأوساط السياسية بشأن ما سيسفر عنه اجتماع وزراء خارجية ودفاع العرب من إقرار بروتوكول للقوة العربية المشتركة، تم تأجيل الاجتماع. صحيفة المصري اليوم أفادت بأن التأجيل تم بطلب من المملكة العربية السعودية دون تحديد موعد جديد. الصحف المصرية انشغلت بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى موسكو ولقائه بالرئيس بوتين. مكرم محمد أحمد في الأهرام كتب عن توسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين. أما إقليميا فيرى الكاتب أن الدولتين قادرتان على إنجاز تسوية بشأن الأزمة السورية. موقع صحيفة روسيا ما وراء العناوين ركز على الجانب الإقليمي من لقاء الرئيسين، خاصة بعد اتفاقهما على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة يحفظ وحدة الأراضي السورية ويستند إلى مقررات جنيف واحد.
طيب، يعني المملكة العربية السعودية طالبت بتأجيل هذا الاجتماع المرتقب اليوم دون الإعلان عن أسباب واضحة ودون حتى تحديد موعد لهذا الاجتماع، هل هذا علاقة باللقاءات التي تجريها موسكو مع قادة عرب؟ لا أعتقد أن هناك يعني صلة بين الحاجتين، وده التأجيل الثاني بالمناسبة. اللي أقدر أقوله أنه لو درسنا تجارب تكوين القوات المشتركة في الناتو أو الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الأفريقي سنجد أنها دائما تجارب معقدة بتأخذ مدى طويل وفيها يعني كثير من الدكسات والإحباطات. أعتقد أنه التجربة قد تحتاج إلى مراجعة في عدة جوانب، واحد منها أنه لابد من دراسة أكثر دقة لتجارب الدول الأخرى وعملية الانتقال من مرحلة عدم تعاون إلى مرحلة التعاون المتقدم جدا عمليات عسكرية مشتركة. لو بصينا مثلا للاتحاد الإفريقي في 6 مراحل بتبدأ بعمليات بوليسية، عمليات حفظ سلام، عمليات رقابة، ثم تنتقل إلى عمليات عسكرية مشتركة. أعتقد أن المقاربة يمكن تحتاج إلى مراجعة من هذه الناحية. أعتقد أنها أيضا تحتاج إلى مراجعة من ناحية الآليات السياسية للتحكم وإدارة القوات المشتركة، ولكن أيضا مطلوب تطوير أسلوب التعامل مع الرأي العام العربي. من حق الرأي العام العربي أنه يطلع على موضوع زي ده، موضوع هام، والرأي العام العربي كان متوقع أنه الترتيبات النهائية للتوقيع كانت مرتبة. أعتقد أنه نحتاج إلى شرح أفضل وده يمكن مش متعودين عليه عربيا، ان احنا نشرح الامور السياسيه والعسكريه الهامه، ولكن العصر يتطلب ذلك. هناك دوما شيء من السريه والغموض يفرض على هذه المسائل، لكن لو تحدثنا عن زياره الرئيس السيسي طبعا الى موسكو، دويتش فيلا او موقع دويتش فيلا نشر هذا العنوان: السيسي بين نداء الاسد والتوقعات الخليجيه. عندما تقرا هذا العنوان ينتابك انطباع بان هناك اختلاف او تباين في الموقفين المصري والخليجي، تحديدا فيما يتعلق بالأزمة السورية، هل هذا صحيح؟ يعني وليس وجود ولي عهد أبو ظبي وأيضا العاهل الأردني يلقي بظلال من الشك على هذا الطرح على الأقل؟ لا أعتقد. هو الحقيقة التوجه المصري دائما كان بيركز على الدور الاستراتيجي لسوريا في حفظ موازين القوى في الشرق الأوسط. الموقف الخليجي كان بيركز أكثر على ضرورة إحداث تغيير داخلي في القيادة السورية. هنا يمكن ده هو مصدر الـ الاختلاف. اللي موجود دلوقتي في روسيا ان روسيا بتقدم مبادرة بتحاول انها تعبئ القوة المناوئة لداعش للقيام بعمليات برية ضد داعش، على اساس ايضا زي ما كنا بنقول قبل كده انه استمرار العمليات الجوية ضد داعش وهي له نتائج محدودة، وهو يعني في المحصلة النهائية وهي 95% منها امريكي لن تحقق النتيجة، ونحتاج إلى عمل أكبر لأنه هناك خطورة إنه لانتدادات داعش، وقد نصل إلى موقف إنه داعش تدخل في عاصمة عربية وترفع علمها الأسود، فيبقى عندنا مشكلة ضخمة جدا، ولذلك لابد من وقفة قوية. المشكلة إنه تكوين هذا التحالف يعني دونه الكثير من الاعتراضات الخليجية، وبالتالي تحويله إلى فكرة تنفذ على الأرض هيبقى صعب. نعم. طيب، على أي حال يعني ألقي معك الآن نظر على الصحف الأمريكية التي انشغلت بموضوع يبدو بعيدا ولكنه يعني في تشابه من هذه الموضوعات. معظم الصحف الأمريكية خصصت مساحة كبيرة لعملية إعدام مروعة تعرض لها صحفيان أثناء ممارسة عملهما على الهواء مباشرة في ولاية فيرجينيا. نيويورك تايمز افتتاحيتها اليوم قالت إن الحادث يأخذ البلاد إلى منعطف خطير ومظلم ويضع كثيرا من علامات الاستفهام على قوانين حيازة السلاح في المجتمع الأمريكي. كثير من السلاح وقليل من الإجراءات الاحترازية. واشنطن بوست أشارت بأصابع اتهام واضحة وصريحة نحو الحكومة الأمريكية، داعية إلى اتخاذ خطوات فورية، فإذا لم يتحرك الكونغرس لابد من تدخل الرئيس للسيطرة على هذه الصناعة، صناعة القتل. طيب، يعني الحادث طبعا صادم وصدم المجتمع الأمريكي ربما لأنه ليس الأول، ولعلك تذكر طبعا الحادث الذي وقع في كنيسة منذ عدة أسابيع في ولاية نورث كارولينا. بالنظر إلى تزايد هذه الأحداث، هل يمكن القول أنه السلم والأمن الاجتماعي في الولايات المتحدة بات مهددا؟ حجم الظاهرة مزعج، يعني لما نتكلم عن عدد قطع السلاح الموجودة
لدى المواطن الأمريكي بنتكلم عن 300 مليون قطعة سلاح، من أعلى يمكن أعلى معدل حيازة سلاح فردي. المواطن الأمريكي يعتقد أنها حق طبيعي له، وهناك مؤسسة ضاغطة لوبي اللي هو الـ National Rifle Association، من أقوى اللوبيات الموجودة في الولايات المتحدة. عدد القتلى اللي بينتج عن وجود السلاح في المجتمع الامريكي يتعدى بكثير جدا عدد قتلى الولايات المتحدة في الحروب زي الحروب افغانستان مع العراق، بل انه في جميع الحروب الامريكية اللي خدنا من سنة 68 عدد القتلى الامريكيين من السلاح داخليا اكثر من كل حروب التي خضتها امريكا في تاريخ. وهذا بالتأكيد له دلالة كبيرة، حجم صعب جدا. لكن في نفس الوقت لازم لابد ان نتحدث عن حساسية هذا الموضوع سياسيا. عندك رئيس امريكي استنفذ مدته تقريبا، لن يستطيع ان يأخذ يدخل في مواجهة مع هذا اللوبي القوي جدا، خصوصا انه في انتخابات قادمة. هذا اللوبي تقليديا قريب من حزب المناوئ له الحزب الجمهوري، وبالتالي يعني يصعب على ان انا اتصور ان هو وهو يسوق الاتفاق 5+1 مع ايران انه ينفق من رصيده السياسي لمحاولة تعديل قوانين حزب السلاح. موضوع حساس، موضوع هام، الرأي العام الامريكي خصوصا للليبرالي متحمس له، لكن المناخ السياسي الداخلي الأمريكي لا غير مؤهل لاتخاذ خطوة في هذا الاتجاه. نعم، إذن الأمور كلها في النهاية تعود إلى المسرح السياسي. وحتى يعني أضيف إلى ما قلته حضرتك، هناك دراسة تؤكد بأنه أكثر من 32 ألف شخص في الولايات المتحدة الأمريكية يقتلون سنويا بسبب حوادث تتضمن إطلاق نار. أنتقل معك إلى موضوع آخر يتعلق بجنوب السودان هذه المرة. وقع رئيس جنوب السودان سيلفا كير اتفاق سلام مع المتمردين بعد أسبوع من رفضه. ومن بين بنود الاتفاق التي أوردت هذا التلغراف بقاء كير رئيسا وعودة غريمه مشار إلى منصب نائب الرئيس خلال فترة انتقالية مدتها 30 شهرا. مجلة فورين بوليسي شككت في نية الرئيس سيلفا كير الالتزام بالاتفاق استنادا إلى ملف مكون من 12 صفحة قدمه سيلفا كير ويتضمن تحفظاته واعتراضاته. كما ربطت المجلة بين توقيع سيلفا كير وتهديدات واشنطن بفرض عقوبات عليه. سعادة السفير، يعني رئيس جنوب السودان قام بتوقيع الاتفاق ولكنه استخدم كل عبارات التحفظ والاعتراض التي يمكن استخدامها. هل توقيع اتفاق بهذه الصيغة وبهذه الطريقة يمكن بأن يطوي صفحة خلاف استمر على مدار 20 شهر؟ لابد أن نقول أن هذا هو الاتفاق رقم 9 بين الطرفين. وبالتالي إذا نظرنا إلى يعني التاريخ القريب، إحنا النزاع بنتكلم في السنتين الماضيتين، انه الاتفاقات يعني لا تنفذ ولا تبقى على قيد الحياه حتى لمده في المدى القصير. الاتفاق معقد جدا، اكثر من 72 صفحه في 8 ملاحق، بيتعرض لجميع نواحي الحياه تقريبا في جنوب السودان. ومن هنا طبعا لا عجب ان الرئيس ينفر منه ورفض التوقيع وغادر طبعا مكان التوقيع منذ ايام، ولكن تحت التهديد الشديد من الأمم المتحدة والولايات المتحدة اضطر إلى التوقيع. ولذلك النوايا غير صافية. طيب بمناسبة هذه النقطة، يعني هل تعتقد أنه هو يحاول شراء الوقت للهروب أو الفرار من عقوبات محتملة؟ وطبعا بعد العبارات شديدة اللهجة التي ترددت على لسان الأمين العام للأمم المتحدة والتهديدات والتلويحات المتكررة بمسألة العقوبات؟ طبعا هو تم لوي ذراعه للإمضاء، ولكن طبعا هو يشعر بعدم الارتياح، لأنه الاتفاق الحقيقة يقيد يده في أشياء كثيرة. يتعرض بضرورة إصلاح الجيش، إصلاح البوليس، وتسليح الجيش أيضا، توزيع الموارد. صحيح. نذكر هنا أيضا أنه الخلاف ده ما هوش خلاف شخصي، هناك خلاف قبائلي كبير بين الدنكا والنوير، وأن الشلق دخلت عليه في قبائل كثيرة جدا في جنوب السودان. وضع معقد، أنا عملت هناك أكثر من 6 سنوات مع الأمم المتحدة. إذا يعني تعلم الكثير عن دراسة طبعا. فالعملية لسه قدامها وقت، وهي مأساوية، لأنه جنوب السودان في حالة يعني تخلف قوي جدا.
حتى وقت قريب كان مجموع الطرق المرصوفة في جنوب السودان لا يتعدى 8 كيلو. طيب أختم معك بما قالته مجلة فورين بوليسي، خلصت في تحليلها إلى أنه اتفاق السلام لا يساوي الحبر الذي استخدم في كتابته. هذا تعبير مجازي طبعا، هل هو تعبير عن تشاؤم أم فهم لطبيعة الأمور هناك؟ نرجو أنه هو يكون تعبير خاطئ، نرجو أنه يكون فيه فرصة، لأنه هذه المنطقة من العالم ليس لديها موارد حتى تبددها في الحروب والخلافات. نتمنى ذلك. يعني في نهاية هذه الحلقة طبعا المحلل السياسي وعضو مجلس إدارة المجلس المصري للشؤون الخارجية سعادة السفير محمد أنيس سالم، شكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم وعلى كل هذه المعلومات التي تفضلت بها. مشاهدينا الكرام، إذن وصلت معكم إلى ختام حلقة اليوم من الصفحة الأولى. الصفحة الأولى مستمر معكم كل يوم في نفس الموعد. أشكركم على حسن المتابعة وأحييكم.